اللي احنا سمعناه ده جزء من خطة واعدة جدا ومشرقة جدا للنهوض بمنظومة التعليم في مصر، اللي خلينا نبقى صراحة مع بعض مهترئة بقالها سنين طويلة جدا، يمكن عقود من السنوات. الموضوع ده هياخد وقت وهياخد مجهود وهياخد مننا احنا نقطة مهمة جدا، الاستيعاب، ان احنا نستوعب ان احنا لازم وضروري جدا في الفترة اللي احنا فيها دي ننهض بمنظومة التعليم وبمستوى التعليم في مصر. عندنا نقط كتير جدا وتساؤلات كتيرة جدا هيجاوبنا عليها ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الاستاذ احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. اهلا بيك استاذ زمها. اهلا بيك، منورنا في نهاية الأسبوع. واستمعنا إلى جزء من كلمة دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. نقط كتير جدا تم حسمها، زي فندم مثلا موضوع يعني اللي انا اكتر حاجه لفتت نظري النهوض والتنميه بالفكر، وده في مرحله الابتدائي ومرحله الرياض الاطفال. تفاصيل هذه المرحله ايه؟ يعني هنبدا فعلا ان شاء الله يوم 22 اللي جاي، التفاصيل ايه؟ خصوصا ان في بعض الاهالي كانوا معترضين، لان زي ما سيادتك عارف الانسان دايما عدو ما يجهله. صحيح. فعايزين نوضح التفاصيل خصوصا للسن الصغير. خلينا نقول كانوا مش فاهمين، مش معترضين. كل الشعب المصري وكل اولياء الامور متفقين ان لازم نغير منظومه التعليم. كلنا مكتشفين ان في خلل كبير وسلبيات تشوهات في المنظومه التعليميه، اشتغلت عليها الدوله واشتغل عليها سياده الرئيس منذ توليه المسؤوليه في 2014. يعني الناس بتعتقد ان هم احنا اشتغلنا منذ تولي دكتور طارق شوقي المسؤوليه، بس لا، يعني سياده الرئيس شغال على تغيير منظومه التعليم من 2014. لو تفتكري كان في مشروعات بتتم، سواء مشروع المعلمون اولا او مشروع بنك المعرفه، كلها كانت طرق كتير لتغيير المنظومه التعليميه ان انت ولا دكتور طارق شاوي المسؤوليه في فبراير 2017. اللي كان بيتكلم فيه دكتور طارق دلوقتي في المؤتمر هو تلخيص للمجهودات اللي تمت على مدار ال 18 شهر اللي فاتوا. يعني استاذ معاك كان ممكن من شهرين ثلاثه كنت اقول لك هنعمل، النهارده انا جاي اقول لك احنا عملنا. وده اللي كان بيتكلم فيه دكتور طارق. غيرنا الفلسفه التعليميه، الخطه والاستراتيجيه.